بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم مجددا مشتركي قناة اي سي تي ارابيك على تليجرام، والمشتركين في الدورة التحضيرية للمنتورشيب. نستكمل شرح الحلقة الثانية من سنايبر سيريز، والتي تتضمن التالي: مراجعة لما انتهت به الحلقة الماضية، وهو كان فرض بعنوان دي مارك، يتخللها الحديث عن time of day، أهمية الوقت أو الأوقات خلال اليوم، شو هي الأوقات اللي خلال اليوم إلى أهمية بالتريدينج وحركة الأسعار، حركة السعر. day of week، أهمية كل يوم من أيام الأسبوع وكيف تحصل الحركة خلال هذا اليوم. الأوردرات التي يقوم بها البنوك وكيف تكون مرتبطة بأوردرات التريدرز، يعني البنك هو يأخذ الجهة المقابلة لما يأخذه المتداولون. تطرق سريع ومختصر لماركت ميكر بزنس موديل، وهي على نوعين: ماركت ميكر سيل موديل وماركت ميكر باي موديل، ولها تفصيل في حلقات أخرى وفي المنتورشيب. كاركترستيك اوف ا برايس سوينج، خصائص البرايس سوينج من حيث الوقت والمستوى الليفل البرايس، ودمج العنوانين مع بعض بموضوع السبورت والريزيستنس، مقاومة والدعم. البرايس فراكتلز اللي شرحناها بالحلقة الماضية، ودورة في التحليل، ويتم إعطاء فرض أو وظيفة بنهاية الحلقة بعنوان برايس رياكشنز، ارتدادات السعر. نحن الآن ننظر إلى صورة لشارت الديلي لليورو يو اس دي. سوف يتم الحديث عن المكان المشار اليه بالسهم، البرايس سوينج الهابطة، بغض النظر عن الفهم او السبب الذي ادى الى هبوط هذا السعر من هذا المستوى، لكن سوف يتم الحديث عن البرايس سوينجز، وتحديدا في هذا البير، في هذا الشارت، كيف يتم هبوط السعر وكيف يتصرف السعر أثناء الهبوط في هذا المقطع من السعر. وبالطبع سوف يكون لدينا فهم أكبر للماركت وحركة الماركت وتوقعات الرياكشن للماركت في نهاية هذه الحلقة وفي نهاية سنايبر سيريز بشكل عام. في هذه الصورة نشاهد شارت اليورو على الـ M15 15 دقيقة، وسوف يتم الحديث حول الوظيفة التي تم إعطائها في نهاية الحلقة الأولى. سوف يتم الحديث بالتفصيل عن حركة السعر في هذا الشارت وفي هذا التايم فريم. إذا هلأ هون عم نشوف شارت اليورو اس دي على الديلي. طبعا التايم فريم الديلي منأكد هو أهم تايم فريم ممكن يتم العمل فيه. أهميته أن معظم البنوك تستفيد من هذا التايم فريم للتحليل ولتوجيه السعر. يتم التركيز الآن على السعر بهيدا الفراكتل او السوينج هاي يلي تشكل عنا بهيدا المكان. لاحظ بعد تشكل السوينج هاي كيف البرايس اثناء الهبوط بيعمل توقف مؤقت. عند التوقف هيدا لاحظ يتم تشكل اول كاندل صاعدة، اول شمعة صاعدة بهذا الهبوط،
وإلى اليسار إذا نطلع هون على نفس المستوى بنشوف في consolidation، هاي الشمعات اللي واقفة هون صافة حد بعضها، هذه تعتبر consolidation. طبعا على time frame أصغر رح نشوف في شكل زيكزاك هون، السعر واقف بأرضه وعم بيطلع وينزل، هذه هي consolidation. السعر وقف تماما عند هذه consolidation. لاحظ أيضا مش بس بهذا المكان، نحن كاي سي تي ما بنطلع بس بالفريش زونز او الفريش برايس اكشن بس اللي بسموه عاده اللي بيشتغلوا سبلاي ديماند، نحن بنطلع بكل الشموع الموجوده المتوفره. هذا شيء بنحكيه بعدين، بس نحكي عن البريكر. رح نستفيد من لايت شوت لحتى نرسم المنطقة يلي ارتد منها السعر بهذا الشكل. لاحظ الشمعة المكان اللي ارتدت منه، عندنا الكونسوليديشن هون، هي مكان جذب سابق للبرايس اكشن للشموع. يعني في عندي هذا المكان هو مثل مغناطيس، نقطة اهتمام أو مستوى اهتمام سابق كان السعر عم يتراوح حوله، أو البنوك كانت من نسميها نحن working this level، يتم العمل على هذا الليفل. لاحظ هون، لاحظ consolidation هون وارتداد السعر، لاحظ هون تشكل swing high، حتى هون وجود هذا price action هون هو consolidation. يعني هذا الويك السعر عمل ارتداد وسكر بشكل اوطى، وعندنا هون شمعة قريبة من الدوجي او سمول بادي عندها ويك لفوق ولتحت ثم استكمل السعر حركته. هيدي كمان consolidation، swing high swing high swing اوطى و swing high هون لان الويك بنص المنطقة. لاحظ السعر كيف دائما عم بيتكرر احترامه او التصاقه بهذا الليفل من البرايس اكشن. قبل هيدي الحركه كلها الصاعده من هيدا اللو لهيدا الهاي، ارتد السعر من ليفل معين هون. هلا طبعا الليفل على الهاير تايم فريم له اهميه نحكيه لاحقا، بس هون تم رسم هذا الليفل بناء على احترام السعر لها من خلال الويكس اللي واضحه عندنا هون وهون، الباديز هون هون وهون. لاحظ احترام السعر لهذه الليفل بشكل كتير دقيق هون بهالباديز هون. جزء من شغلنا نحن احيانا هو يرتكز على البوديز وليس على الويكس، لانه البوديز هي البريس اكشن الاصلي، بينما الويكس ممكن تكون بسبب سبريد، يختلف سبريد بين بروكر واخر وبين ليكويديتي بروفايدر والبروكر، ومهم يطول الحديث حول هذا الموضوع. فنحن اعتمادنا الاساسي على البوديز وتركيزنا على البوديز. فهيدا الليفل المحترمة هون بهيدا المكان ارتد السعر من هيدا الليفل، عنا اللوست لو هون الهايست هاي هون، والسعر تراجع إلى ما قبل اللو، تراجع إلى هيدا الليفل. فإذا عندما هبط السعر إلى هذه الليفل صار في عنا ارتداد وريتست مرة أخرى ومرة ثالثة قبل أنه السعر يطلع بشكل آخر، قبل أنه البرايس يرتد صعودا ويعود للهبوط مرة أخرى إلى الكونسوليديشن اللي شايفينه هون، وتم حماية اللو طبعا ما نزل البرايس تحت هذا اللو.
طبعا نحن هون عم نوصل لمطرح، يعني نحن عم نقرب من فكرة معينة، بس بدنا نشوف برايس اكشن كيف كان عم يشتغل قبل ما نحكي بالتفصيل عن الأسباب. السعر رجع ارتد من هذه الكونسوليديشن هون، وكمان عمل كونسوليديشن مرة أخرى قبل ما يرجع يكمل صعوده على السوينج هاي اللي بلشنا حكي عنه أول ما بدأت الحلقة. حاليا السعر موجود داخل هذا الرينج اللي هو بين منطقة الارتداد من هذه الكونسوليديشن سوينج لو إلى سوينج هاي الحالية الموجودة هون. طبعا السعر هبط يبحث عن مستوى دعم. أول مستوى دعم وجده هو هاي الكونسوليديشن الصغير اللي حكينا عنه هون. قام مايكل برسم الليفل اللي ارتد منه السعر عند كعب هذه الشمعة أو طرف الويك لو بهيدا السوينج اللي شايفينه قدامنا هون. إذا هيدا الليفل يلي رسمه مايكل على طرف السوينج هون أو الويك تبع الشمعة يقوم بالكاليبريشن لإلها أو وضع رقم تدوير الليفل لأقرب رقم عشري. والسبب انه البنوك عند وضع الاوردرات لا تهتم بالفراطة او الآحاد، يتم التركيز على الاعداد او الارقام الصحيحة. فيقوم مايكل بتعديل الليفل، وهلا راح نشوف هيدا الليفل كيف البرايس اكشن كمان كان عم يشتغل حواليها بوقت سابق بالبرايس اكشن. اذا بنشوف هيدا الليفل 31.60 كيف تم العمل عليها من قبل بالسوينج هيدا، مثلا الباديز هون تبع الكاندلز بهيدا الشكل، كمان الويك هون، ويكس هون، الباديز. طيب هون يمكن ما نلاقي في التصاق او تشكل باديز او اطراف ويكس على هيدا الليفل، لكن بالهبوط الى تايم فريمز اصغر اكيد رح نشوف انه كان في هذا الموضوع. اوكي، فنحن عشان هيك دائما هذا السؤال بينسال انه الاي سي تي اي تايم فريم بيستخدم. نحن ما بنستخدم تايم فريم واحد، نحن بنعمل بريك للماركت من تايم فريم كبير لا تايم فريم صغير، وبنشوف حركة البرايس اكشن على كل التايم فريمز. هذا الشيء رح يكون كتير واضح لقدام، يعني هلا ممكن ما تكون الفكرة كتير واضحة كيف بنشتغل. فمثل ما شايفين هيدا الليفل كيف البرايس كان عم يشتغل عليها بشكل سابق. طيب بعد اظهار المزيد من الشموع، يقول مايكل عند هبوط السعر بهيدا السوينج شفنا البرايس عمل ريجكشن من الهاي، السوينج هاي المشكل عندنا هون. صعد السعر ثم عمل ريجكشن باليوم التالي، كمان ما تجاوز، وقف عنده. لما اخترقه لاحظ كيف البرايس رجع طلع لهيدي الليفل يلي ارتد منه السعر هون، لاحظ. فبيقول مايكل هون ممكن نحن نكون ناطرين سيت اب بهذا الفهم، يعني السعر عمل ريجكشن من هيدا الليفل، يعني هالليفل له اهميه عند البنوك والانستتيوشنز. لما اخترق السعر عوده السعر الى هيدا الليفل له اهميه على مستوى ايجاد فرصه واحتمال البيع من هيدا الليفل على رأس الشمعة يلي شفناها تشكلت عنا هون. ورأس الشمعة المشار إليها بالماوس هون يأتي عند 31.59، يعني فرق نقطة واحدة عن
الليفل اللي تم تدويرها إلى 31-60. لاحظ أهمية تدوير الأرقام، يعني هيدي الشمعة طلعت لل 59 بالوقت نحن تدوير الليفل هون خلينا نستفيد من الرقم 60. ويقول مايكل طبعا فرق واحد بيب منه أزمة عندنا، منه مشكلة، لأنه لما نهبط للتايم فريمز الأصغر أثناء دراسة الشارت رح نشوف دلائل أخرى تخلينا ما نكون مهتمين للنقطة أو النقطتين بإعداد بالست أب اللي نحن ناطرينه. إذا عند هذه الشمعة السوداء هون الويك تجاوزت الليفل 30-60، طبعا وصلت لهيدي الشمعة، الحديث بيجي بعدين، وصلت لهيدي الشمعة وثم عملت ريجكشن تحت 30-60. بعدين البرايس كرر الصعود مرة أخرى لل 31-60. رح نفرجي الهاي عند هيدي الشمعة قديش هو لحتى نحكي عن فروق البيبس وأهميتها. لاحظ الهاي عند هيدي الشمعة هون هو 31-73، يعني أعلى من الليفل اللي رسمناها 30-60 ب 13 نقطة. بيقول مايكل 13 نقطة على شارت ديلي هي ولا شيء، لأنه عم تحكي أنت حركة شارت الديلي اللي هي متوسط الحركة عادة هي 100 نقطة بالشمعة، ف 13 نقطة هي أمر بدنا نتغاضى عنه، بدنا نسمح بحصوله. انزلاق السعر بهيد الكمية هي منا مشكلة عنا، مفترض نحن نتعود نشوف هذا الموضوع، يعني في عنا هامش بدنا نسمح للسعر يتحرك فيه، وكل ما كبر التايم فريم بدنا نكون عنا مرونة برؤية السعر عم يتجاوز بعض الليفلز بعدد معين من النقاط اللي هي مسموحة. إذا مايكل يؤكد من جديد على أنه هيدي الحلقة رح تحتوي على مفاهيم كتير مهمة وأساسيات بالبرايس أكشن، ويرجو من يشاهد الحلقة أنه ياخد نوتس، يسجل ملاحظات حول هيدي المفاهيم مثل ما نحن طلبنا، يعني يكون في دفتر خاص بهيدي الدراسة، دفتر كبير مش صغير، ويتم تبويبه بشكل مرتب. ممكن واحد يستخدم الخرطوش وبعدين يرجع يبيض الدرس بشكل واضح ومرتب وتحت عناوين محددة. كل ما صار في عنا عنوان أو مصطلح جديد نعمل جزء من الصفحات لهذا المصطلح. صراحة هيك أنا درست يعني وبعدني عم بدرس، كل شيء عندي مبوب تحت عنوان معين لحتى كل التمبلتس او كل القوالب يلي تندرج تحت هذا العنوان بلاقيها كلها بمطرح واحد. فمايكل عم بيأكد لانه الدرس عبر الفيديو هو عملي لشرح خاصة الامور المرئية الفيجوال، مثل ما نحن هلا عم نحكي عن الشارت، يعني مطلوب انه نكون عم نشوفه قدامنا بشكل مرئي. لكن العودة للفيديو للمراجعة أمر صعب، يعني ترجع أنت تتذكر هيدي الفكرة بأي فيديو كانت، بعد ما يصير في عنا بكرة عشرات ومئات الفيديوهات ما رح تقدر تعمل هذا الموضوع إذا ما كنت كاتب أنت بأي فيديو وبأي ما بأي دقيقة بهذا الفيديو، أو إذا أنت استخلصت الفكرة بشكل كامل يمكن ما تضطر ترجع للفيديو. فتسجيل التدوين الملاحظات هون عم بيشدد مايكل عليه قبل ما يكمل بقية الحلقة. طيب مزيد من الشموع تظهر على الشارت، نلاحظ هون البرايس لما نزل بعد ارتداده من هيدي الليفل تم جذب البرايس اكشن حول هيدي الليفل. لاحظ الشموع كلها
هلا صارت الشموع تحت الليفل وعم تعمل ريجكشن من هيدا الليفل، يعني كل ما تطلع كل ما يطلع السعر اللي عندنا هون على هيدا الليفل عم يرجع يسكر حول هيدا الليفل او قربه، يعني ما عم يتجاوز يرجع. وبالتالي السعر هون عندنا وجد مقاومه بعد ما كانت شو هون دعم سابق، صار رجع مره اخرى السعر عباره عن مقاومه. إذا إلى أي مستوى يتجه السعر بعد ما نحن جاوزنا الهايز هون وشكلنا السوينج هون؟ السعر لوين ممكن يكون نازل؟ لأي مكان من هيدي الشموع السعر ممكن يهبط، هذا اللي عم نبحثه هون. طبعا نظرنا هون بيروح للشموع الموجودة هون أو لهيدا اللو بشكل عام، يتجه السعر لإيجاد دعم هون كما وجد دعم هون أعلى من هيدا اللو. هلأ في حال تم النزول تحت هيدي الشموع ولم يحترم الكونسوليديشن هون أو يرتد منها، أين هو الهدف التالي الذي يتجه إليه السعر؟ هي هيدي اللوز. اوكي، هذا كله مبني على مبدا اللي هو ينفرد به الاي سي تي، مبدا ضرب ستوبس. وفي حال تجاوز السعر اللول المشكل عندنا تحت هيدي الشمعات كلها، فالهدف التالي للسعر هو وين؟ هو هيدا اللو. بناء على فهمنا لكيفيه عمل البنوك وتوجيه السعر الى مناطق تشكل ستوبات او مطرح ما الناس تشعر بالامان وتعتقد انه مستوى دعم سابق او مستوى مقاومه سابق ممكن يشكل منطقه جيده لوضع ستوبات، فدائما البنوك تتجه لاخذ هذه الليكويديتي المشكله تحت هذه الاماكن كلها التي تجذب الستوبات. وفي حال تم تجاوز هذا اللو ايضا تتجه الانظار الى هذا اللو يلي هو ادنى لو ادنى سوينج قبل الحركة الصاعدة القوية اللي شفناها. اوكي، وبالتالي اي شخص ركب الموجة هون وكان عم يربح ستوبه رح يكون موجود تحت هذا السوينج. يقول مايكل انت كمحترف او الشارت اللي بيقضي معظم الوقت عليه المتداولين المحترفين او البنوك او الاشخاص اللي لهم قدرة على تحريك الماركت هو التايم فريم الاكبر وخاصة الديلي. وطبعا النصيحة هي انه يتم الاستفادة من حتى الويكلي والمونثلي، لكن ديلي هو بالتأكيد ما يجب العمل عليه معظم الوقت إضافة للأربع ساعات، وممكن نعتبر كمان الساعة من الشرطات الجيدة لصيد الفرص. لكن بعض الناس ممكن يقولوا الديلي هو شرط جدا بطيء حتى يوصل لليفل معينة ممكن نحن نكون منتظرين عنده، لكن بالحقيقة هيدا هو المطلوب. المطلوب هو انه نشوف نحن الماركت بشكل بطيء. نحن يمكن رغبة اي شخص هي انه لو هالماركت اذا عم بيراقب شارت مثلا 5 minutes او 15 minutes يمكن يحس احيانا ان السعر جدا سريع وما عم يقدر يلحق يفكر او ياخد قرار، فبيقول يا ريت فيي بطئ هيدا الماركت. وعمليا كيف بتبطئ الماركت؟ بتشوف الماركت بطيئة على الشارتات الاعلى. من خلال الشارت الكبير نحن ننطر تشكل الفرص بما سوف نتعلمه كاي سي تي، الافكار والمفاهيم اللي رح ناخذها ننتظر تشكلها على التايم فريم الكبير، وعند وصول البرايس الى هيدي الاماكن اللي احنا حنكون منتظرين عندها ساعتها بندخل الى التايم فريم الاصغر والاصغر لكي نتوخى الدقه بالبرايس اكشن
وبصير عملنا جراحي عند هيدي الليفلز. ساعتها نجد الفرص تتكرر من الشرط الأكبر إلى الأصغر بنفس القالب اللي نحن شفناه على التايم فريم الكبير. ننطر تشكل نفس السيت أب على التايم فريمز الأصغر. فهون تأكيد على أهمية إنك تعيش معظم وقتك بالشرط الأكبر اللي هو الديلي الفور أورز. وبما إنه نحن هدفنا أن نبدأ خطانا وتوجهنا نحو طريق الاحتراف من خلال هذه الدراسة، فمعرفة أين يتحرك السعر أو أين يأخذ البنوك أو المحترفين السعر أو كيف ينظر الأذكياء والمحترفون إلى السعر من خلال الشارت الأكبر وخاصة شارت الديلي. هون يسأل مايكل، هل نستطيع نحن كمتداولين تحريك الماركت أو تحريك البرايس؟ شو رأيك أنت؟ هل تستطيع أنت كشخص حتى لو كان عندك ملايين دولارات في الماركت، هل الأوردر اللي أنت ممكن تحطه بالماركت يحرك البرايس؟ أنت ممكن كشخص إذا استخدمت مبالغ كبيرة إنك تقدر مثلا تعلي عملة معينة أو تنزل عملة؟ طبعا الجواب هو كلا وألف كلا. اللي بده يحرك الماركت لا تكفيه لا ملايين ولا مليارات، بده مبالغ أكبر من هيك بكثير، اللي هي فقط البنوك المركزية والبنوك الضخمة اللي هن الماركت ميكرز، هن اللي بيقدروا يحركوا البرايس إلى أي مكان يرغبون بوصول البرايس لإله. طبعا ونحن نسمي هذه الجهات اللي بتحرك السعر سمارت ماني، المال الذكي. وهذه السمارت ماني هو اللي لديه القدرة على تحريك البرايس أكشن من هذا اللو إلى هذا الهاي ثم إلى هذا اللو ثم إلى هذا الهاي. إذا من لا يدرس التايم فريم الأكبر مثل الديلي هو عمليا يطلق النار في الظلام ويتصيد في الماء العكر ولن يرى ما ينوي عمله صناع الماركت، حتما لن يرى ذلك. فاللي بيظن انه هو بمراقبة البرايس اكشن على ال 1 minute 5 minute و يعني الشرطات كلها اللي تحت ال 60 دقيقة ساعة، هو عمليا لا يعرف ماذا يحصل في الماركت ولا بأي شكل. فالمطلوب عمله هو ليس البحث عن فرص بالماركت، احنا ما بنفوت على الماركت نبحث عن فرص على الشارت صغير ومنقول هيدي باي هيدي سيل، لا، احنا اول شيء بنفوت على الماركت الهدف هو الدراسة قبل ايجاد الفرص. يعني انا بس فوت على الماركت ما بكون عم بعطي وقت، عم بعطي نفسي وقت مثلا 5 دقائق او 10 دقائق لازم انا اكون فاتح تريد، ابدا ما هيك الموضوع. انا فوت على الماركت بدي اشوف ستاتوس تبع الماركت، شو عم تعمل الماركت حاليا. هيدا الشيء يتطلب دراسة. بفوت انا بدرس الماركت، الدراسة تتطلب مشاهدة التايم فريمز الأكبر. أنت هلأ إذا في عم بيصير شيء حولك بأي مكان وبدك تشوفه بشكل أفضل بتطلع على مكان مرتفع لحتى تشوف المشهد بشكل كامل، أو أي مشكلة أنت واقع فيها، ليش الشخص اللي بعيد عن المشكلة بيكون شايف بشكل أوضح شو عم بيصير؟ لأنه هو شايف من بعيد، أما أنت واقع بالمشكلة ما بتشوف حولك شو ممكن تتصرف أو شو هي الخيارات المتاحة قدامك. فبالشارت نحن لما نروح على التايم فريم الأكبر بنعرف شو عم بيصير، بنشوف الحركة بشكل واضح، ومن هناك ببلش دراستنا وتحليلنا للماركت. أما الدخول إلى التايم فريمز الأصغر المينتس يعني ونحاول نبحث عن سيت أب
بشكل آني، هذا شيء لا يجلب أي نتيجة مربحة. نحن بندرس السعر بالماضي أو تاريخ السعر حتى نقدر ندرك ما سيفعله السعر في المستقبل. هذه هي الدراسة اللي نحن بنعملها. لذلك التأكيد الدائم على عدم محاولة تطبيق هذه المفاهيم اللي بندرسها خلال المرحلة الدورة التحضيرية، سواء سنايبر أو غير سنايبر. حتى خلال المنتورشيب ما نحاول نطبق كل المفاهيم اللي بناخذها بشكل سريع، خاصة على لايف اكاونت. دائما التطبيق بده يكون على حساب ديمو، او اذا ما بده يتم تطبيق الاخذ السيت اب، يعني يكون بشكل ورقي او تحديد اماكن معينه ورؤيه ماذا يحصل بعد هيدا التحديد. اذا السعر احترم هيدا المكان ونزل منه او طلع منه، يعني تحليلنا كان صحيح بما نتعلمه. طبعا يعني نحن لن يكتمل المشهد عندنا كاي سي تي تريدر جاهز للشغل قبل نهاية المنتورشيب، لما نكون أخذنا المواد كلها بشكل كامل. عند الاقتراب من أي سوينج لو أثناء هبوط السعر، نحن نتوقع ارتداد السعر من سواء كونسوليديشن أو من اللو مثلا هيدا أو من هيدا اللو. ما بنعرف 100% كاي سي تي منين السعر رح يرتد. يعني نحن عندنا توقع لنسبة كبيرة بأهلنا، يكون عندنا يعني شعور أو احتمالات إنه الماركت رح ترتد مثلا من هون. ما ارتدت يعني رح ترتد ممكن من هون، ما ارتدت يعني ممكن ترتد من اللو الأوطى منه. وهذا الشيء اللي راح نشوفه هلا بالبرايس اكشن، نشوف الارتداد اللي صار. خلينا نشوفه قبل ما نرجع نحكي بالضبط حول هذه الفكره. ومثل ما شايفين البرايس يستكمل نزوله تحت هذا اللو، نظف الستوبات اللي تحت اللو، يوصل بالضبط للليفل اللي حددناها بهذا المكان اللي احترمها الباديز تبع هيدا الكاندلز، ويرتد بالضبط من هذا الليفل. ارتداد قوي جدا، يعني شمعة ضخمة من حيث المدى. طبعا مايكل بيضيف هون انه انت كاي سي تي تريدر طبعا عندك فهم كبير للماركت وتوقع للحركة، لكن عدم تيقننا 100%، واي شخص ما حدا بيقدر يتيقن 100% الماركت شو ممكن تعمل. لهذا السبب نحن ما بنشتغل بدون ستوب لوس، وستوب لوس هو بمثابة الدرع لنا لحمايتنا مما يمكن ان يحصل في الماركت بعكس ما نحن توقعنا. طيب الحركة اللي حركتها الشموع البرايس اكشن نزل من هذا المستوى اللي نحن ممكن نكون اخذنا فيه سيت اب، طبعا بالشيء الحالي اللي نحن عم نحكيه بالافكار الحاليه الابتدائيه، نحن بعد في امور كتير، يعني ما عم نقول نحن انه هلا بهذا اللي عم نشرحه ممكن واحد ياخذ سيت اب هون. نحن اي سي تي مش مثل اي نظام يتم شرحه بخمس دقائق، ان هي تحديد سنه او سنه وثلاث اشهر لفهم هذا النظام هو مش عبثي. معظم الأنظمة الأخرى واحد بيدرسها خلال وقت قليل وبيتم وضع إنديكيتور أو فكرة معينة، أو حتى إذا كان بيور برايس أكشن يعني اعتماد على الشموع فقط، لكن بتكون فكرة بسيطة جدا، مثل مثلا مبدأ الإنجولفينج كاندل أو أي فكرة تانية تعتمد على الشموع، أو الدوجي أو البيمبار أو غيرها. لكن مثل ما بتعرف انت اي شخص بيجرب هيدي الافكار بلاقيها ما فيها ديمومة، غالبا ما تخسر هيدي السيت ابس. ففي حال اخذنا نحن بناء على الفهم اللي ممكن نحصله بوقت لاحق،
لو أخذنا السيت أب هون بعد تحول هيدي الليفل من سبورت لريزيستنس، السعر هبط 292 نقطة. فأنت بعملك على الديلي ممكن، أو من خلال حتى لو نحن ما كنا عم نشتغل على شارت الديلي نفسه، بس تحليلنا على الديلي بأهلنا إن نتوقع حركة السعر من هون لهون. ليش هون؟ لأن نحن من ضمن عدة الاي سي تي انك تخرج عند السوينجز او المنعطفات السابقه. يعني نحن كمان بنكون جزء من السيت اب خرجنا فيه عند هيدي الكونسوليديشن، وخاصه هيدا اللو اللي هون. وفي حال تركنا شيء بسيط ممكن نكون حتما خرجنا عند اللوز هون. طبعا هيدي تعتبر سوينج تريد يعني عمليا. لاحظ السعر بس وصل لهون، يلي ما بيكون خرج عند السوينج السابق طبعا البرايس رجع طلع وحتما ضرب ستوب، حتى لو كان ستوب هون بيكون ضرب ستوب. لذلك أهمية حجز الأرباح هي جدا عالية، أهمية عالية، أهم من دخول السيت أب. لأنه أنت لما تبلش تربح هون، هذا الربح هو يعني مفترض أنت تحس إنه هذا الربح هو من ضمن أصل المبلغ أو أصل رأس المال، ولازم تحميه. ما معقول أنت جهدك وتحليلك راح بسبب إنك ما عرفت وين تظهر من السيت أب. طبعا هذا الحكي هلا مش وقته، بيجي وقت تفصيلي لكيفية حجز الأرباح ونقاط الخروج، هاي من ضمن الدراسة كمان. بس هون حبينا نذكر بشكل، طبعا في أفكار لازم تتكرر على مسامعنا مرارا وتكرارا حتى تعلق بالذهن. من ضمن الأفكار اللي بيركز عليها مايكل ولازم نحن نفهمها بشكل واضح، دراسة اي سي تي وفهم اي سي تي حتى عندما ننتهي من المنتورشيب، حتى لو كنا قادرين نتوقع كل صعود وهبوط بالماركت، بس ما لازم يكون هدفنا هو تحصيل عدد ضخم من البيبس اسبوعيا او شهريا. يعني نحن مش هدفنا هو الاف النقاط حتى نقدر نجني ارباح من الماركت. بالعكس مايكل بيقول يجب ان تكتفي ب 25 الى 30 نقطة اسبوعيا. هيدا الشيء بيأمن لك انك تدوبل الاكاونت سنويا. وطبعا يعني الحصول على اكثر من هيك هو امر سهل لما تفهم الماركت مظبوط. ممكن تحصل على 100 نقطة بيوم واحد او خلال اسبوع بكل سهولة. ممكن تحصل على 100 نقطة، ممكن تحصل على 50 نقطة هون، 70 هون، 100 هون. فحتما انت حيكون ادائك افضل لما تفهم الاي سي تي، بس ما يكون هدفنا خاصة بالبداية هي الاف النقاط، وبالتالي هذا بفوتنا بالاوفر تريدينج، وطبعا النتيجة رح تكون سلبية بدل ما تكون ايجابية. طيب بيقول مايكل بالحلقات القادمة رح نتعرض بشكل تفصيلي أكبر لشو بيحصل خلال الكونسوليديشنز لما البرايس يرجع لكونسوليديشن معينة أو ينزل تحت اللوز. رح يتم دراسة هيدي الأماكن بشكل تفصيلي، وشو بيصير عنا هون، كيف ممكن نستفيد من هيدي البرايس أكشن اللي مشكلة عنا البرايس اللي رجع لها البرايس، لحتى نقدر ناخذ من خلالها تريد او نفتح سيت اب جديد. هلا التركيز رح يكون بهيدي الحلقه على هيدي السوينج اللي حكينا عنها هون، الهبوط بعد الحركه اللي صارت على 30 60، هيدي اللي حيتركز عليها الحديث بهيدي الحلقه. منشوف بعد هيدا الارتداد اللي صار عنا الاول هون من خلال من هيدي الليفل، البرايس رجع التصق بال
ليفل 31 60 وعمل كونسوليديشن حول هيدا الليفل. لاحظ الويكس كيف كانت عم تتحرك اللي بتدل على الحركه اللي صارت هون. لكن دقق بالبوديز تبع الكاندلز كيف ما كانت قادره تنزل تحت هيدا الليفل. صار في عندنا انفيرجن هون، يعني صار في انعكاس للماركت، صارت تحولت من بيرش الى بولش. ليه؟ لانه في عندنا ليفل كانت سابقا هون عباره عن ليفل مقاومه وتحولت الى دعم. مثل ما صار قبل، هون كانت دعم وتحولت لمقاومه، رجعت هون هلا تحولت لدعم. طبعا اللي بيشوف هيدي الويكس ممكن ما يفهم شو كيف ممكن ياخذ الموضوع، بس نحن كاي سي تي قلنا بنركز على البوديز اوف كاندلز. اذا السعر ما قدر يقفل تحت ليفل معينه حتى لو خلال النهار نزل لهيدي الاماكن، نحن بنعتبر انه البرايس ما قفل هون، يعني ما حيقدر ينزل تحت هيدا الليفل. فعمليا احترام البوديز هون لهيدا الليفل نحن بنعتبره بولش، وبدل على انه السعر لن ينزل مجددا تحت هيدا الليفل. لاحظ كيف تحولت 30 60 الى مستوى دعم قوي. البوديز ما قدروا ابدا ينزلوا تحته. بعد صعود البرايس وابتعاده عن هيدا الليفل واقفال الشمعة، نحن طبعا ما فينا نعرف اثناء تشكل يعني اثناء النهار هيدي الشمعة لما قبل ما تسكر ممكن ترتد وتصبح شو ويك طلوع. فقبل ما تسكر الشمعة نحن ما بناخد بالبرايس اكشن، يجب ان ننتظر اقفال الشمعة حتى نعرف نية الانستيتيوشنز يلي عم يشتغلوا حول هيدا الليفل 30 60. لنعرف نيتهم بدنا نشوف نهاية النهار كيف صار. إذا أقفلوا صعودا هيدي الشمعة تدل على أنه البرايس تجاوز هيدا الليفل، نزل وجد دعم صعد مجددا. بعد هيدا الصعود نحن هون ببلش شغلنا، نصبر وننتظر الفريسة حتى ترجع إلى أقرب مكان يمكن اصطيادها فيه. فإذا نحن كاي سي تي تجاوزنا ليفل، عدنا لنجد دعم عند هيدا الليفل ثم صعدنا مجددا، هنا يبدأ اي سي تي بالانتظار. ننتظر حتى يهبط السعر، منطقة الاصطياد او منطقة المقتل سواء للقناص او للصياد كما يرمز اليه مايكل هي هون. هون هيدي المنطقة اللي احنا ننتظر فيها البرايس لاصطياد الفرص، لانه صار عندي وضوح انه هيدي الليفل تحولت الى دعم، والبرايس بعد صعود منها سوف يرجع للريتست لبعض الامور اللي بهيدي الكونسوليديشن. رجوع البرايس هون هي الفرصة اللي بيأمنها لإلنا حتى نحن نركب الموجة التالية صعودا. نلاحظ بعد الشمعة الكبيرة ارتداد السعر من الليفل عند هذا اللو، بنلاحظ الويك السوينج هاي اللي شكلته هيدي الشمعة هي مسبقا منطقة دعم سابق. مثل ما شايفين عند هيدي الشمعات هون البوديز والويكس، لاحظ عند كل هيدي المنطقة. وبالتالي هيدا الليفل كمان ليفل مهمة بتوجه أنظارنا لإلها لحتى تساعدنا بأخذ المزيد من السيت أبس أثناء صعود السعر بشكل لاحق. لاحظ هون كيف كمان البرايس التصق بهيدا الليفل، لاحظ هون كيف احترم هيدا الليفل. رح نشوف لقدام شوي شو رح يعمل البرايس. لاحظ شو صار عنا، السعر لما وصل لهيدا الهاي وقف عنده شوي، كمل رجع لهيدا الهاي مرة تانية، رجع لهون واستكمل صعوده لوين وقف عند هيدا الهاي بهيدا عند البوديز، يعني بين البوديز والسوينج هاي كمان كله رح يجي حكي عنه بعدين.
هذه الليفلز وأهميتها، وليش ممكن نتوقع ارتداد السعر من نقاط محددة بشكل كثير دقيق. إذن البرايس هون رجع اختبر هذا الليفل، ممكن كان هذا يشكل سيت اب إضافي، الريزيستنس تحول لسبورت، والبرايس رجع استكمل الصعود وضرب هذا الهاي وتجاوزه لضرب ستوبات الموجودة فوق. سيتم بالحلقة هيدي التركيز على البرايس سوينج هون عندما هبط السعر بهذا المقطع، وبوقت لاحق رح ينحكى حول ما يجري بهذا النموذج اللي شايفينه قدامنا هون، هذا النموذج بالتحديد اللي هو ما يتم هون لا نجده بهذا المكان. هذا شيء فريد، رح نشوف شو هو بشكل تفصيلي. مهم دراسة البرايس اكشن هون وهون هو العمل التالي اللي رح نعمله. اذا نحن هون دخلنا على شارت ال 15 مينت بالجزء اللي حكينا عنه اللي هو الترند الهابط على الديلي يلي نزل عنا من ال 31.60 الى ال 127.70. شايفين الخطين باللون الازرق؟ لانه بعد شوي مايكل بيمحي الخطوط لحتى يفرجينا المربع اللي بدنا نحكي عنه. هلا رح نشوف كيف فهمنا اللي عم بيصير على الديلي بيخلينا نكون بشكل اكبر واقرب الى ما يقوم به البنوك. على الديلي لما يبين معي احتمال الاكبر لحركه السعر شو هي، مثل ما شفنا تحول مستوى دعم الى مقاومه او العكس، لما فوت على التايم فريم الاصغر كون عارف الاتجاه الذي اخذه صناع السوق، وبالتالي فهمي لهيدا التايم فريم الصغير بيكون مبني على فهم التايم فريم الاكبر. ورح نشوف هلا لقدام هيدا لشو بيأهلني والفهم اللي بيأمن لي اياه للماركت. يشرح مايكل بمستوى ال 31.60 اذا البنوك كانت ناوية تبيع السعر من هذا الليفل. ما يتم هو اثناء اضطراب السعر من هذا الليفل يقوم البنوك بوضع الاوردرات الضخمة، طبعا مش مثل اوردراتنا، مش مثل اوردرات الريتيل تريدرز كلهم، الاوردرات هي ضخمة جدا جدا، مبالغ هائلة من المال، بحيث ان السعر اصلا لا يتمكن من تعبئة او تفعيل هذه الاوردرات كلها. كل ما قرب السعر يتم اخذ جزء من هذه الاوردرات لتوجه السعر نزولا. فاذا هذه الاوردرات يتم اخذها بشكل تدريجي، وكل ما نزل السعر ثم صعد ياخذ المزيد من الاوردرات، كل ما نزل ثم صعد ياخذ المزيد من الاوردرات ويهبط بشكل اكبر. من ضمن الامور كمان اللي بتخلينا نعرف انه السعر هابط، لانه بنشوف نحن على الديلي او حتى على التايم فريمز الاصغر، نشوف كل ما السعر صعد بشكل بسيط هبط هبوط اقوى، كل ما صعد بشكل بسيط هبط هبوط اقوى، كل ما صعد هبط هبوط اقوى، وبالتالي نعرف نحن انه الانستتيوشنز عم يضغطوا باتجاه النزول. سبب اخذ الاوردرز بعد صعود السعر
هو انه البنوك لا تقبل بانه تاخذ سيت اب او تدخل الماركت بسعر غير عادل او غير مرغوب عندها. يعني هو التفصيل كله رح يجي بوقت له درس خاص هيدا، بس البنوك عادة لا تدخل، إذا بدها تفوت بيع ما بتفوت إلا بأفضل سعر لتبيع. يعني عشان هيك نحن ما بنشوف إن البرايس نزل وكمل نزول وكمل نزول كمل نزول، دايما بدنا نشوف موجات معينة، دايما بدنا نشوف تراجع للسعر لحتى البنوك تفوت على برايس فير بالنسبة لها، عشان هيك نحن بنسميه فير فاليو. يعني من ضمن الأمور المهمة جدا للأشخاص اللي عم يبتدئوا بهذا الماركت سواء فوركس أو غيره، إنه الشخص أول ما يفوت بهذا العالم، عالم التداول، بيفكر إنه هيدي هي عبارة عن هواية أو عبارة عن مغامرة أو عبارة عن لعبة هو اللي عم يلعبها. وإذا كان معتبرها مغامرة، يعني هو عم بيحط أمواله بريسك كبير، لأنه بدون دراسة عم بيقوم بتعريض أمواله لخطر. وبالتالي مايكل بيشدد على أنه يجب أن يعي هذا الشخص المتداول أو اللي هلأ عم يسمع أو عم يحضر أنه هذا الشيء غير صحيح وهذا الشيء كتير خطر. نحن ما عم نلعب بالماركت، الماركت مش ما فيها مجال للعب، هي على مستوى عالي من الجدية وتتطلب مستوى عالي من الجدية والدراسة والتعب لحتى نقدر نضل عايشين فيها. يتم تشبيه الماركت خاصة بالفوركس إلى هذه البركة. هذه البركة، بركة الماء هذه الصغيرة، إذا دخلنا فيها أو دخل أولاد إليها وبدأوا باللعب، بيعملوا تموجات صغيرة بالماء، بس أكيد ما حتكون قد تموجات لو دخل فيل بهذه الماركت. خلينا نشوف صورة الفيل لما يدخل بقلب البركة. عم نشوف هون طبعا لما دخل الفيل بالبركة، التموجات اللي بيعملها أكيد أكبر من التموجات اللي بيعملها الأولاد أو الأشخاص اللي ممكن يكونوا موجودين. مثل ما عم نشوف هون، يعني قد ما يكون في حركة، المي ما رح تتحرك مثل لما فيل يجي يدخل على البركة مثل ما شايفين هون. إذا بعد ما شبهنا الماركت للبركة، بركة المي، نحن هدفنا إنه نعرف متى يدخل الفيلة إلى الماركت. لحتى نعرف متى يدخل الفيلة، يجب أن نعرف البصمات التي يتركها هؤلاء الفيلة. شو هي الأشياء اللي ممكن تدلنا على إنه الفيل دخل وبدأ بالبيع أو بدأ بالشراء؟ لاحظ عند اقتراب السعر من 31.60 كيف الفيل هون أو الماركت ميكر بدأ بالبيع بشكل قوي. لاحظ الرياكشن على الـ M15، ثم تراجع السعر صعودا بشكل كتير دقيق. هون لاحظ على 30.60 كيف السعر وقف على التايم فريم الأصغر، هذا شيء ما كنا حنشوفه على الديلي، ثم نزل مجددا، ثم صعد هون، عمل consolidation حول level 30.60 قبل ما يبلش الهبوط مجددا مثل ما شايفين. عم نشوف كل ما البرايس طلع واقترب من 30.60 يتم البيع مجددا، ثم البيع بيع 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 الى ان يصل
الأمر إلى الأمر الأخير يلي بتقل الماركت بحيث أنه لا تستطيع الصمود وتنزل صراحة. مثل الغيوم، أنا بشبه الأمر للغيوم، يعني الغيمة تلتقط غيوم أخرى وحبيبات الرطوبة والماء بالسماء إلى أنه لا تعود الغيمة قادرة على حمل الأمطار فتنهمر، سواء كانت أمطار أو برد أو أي نوع من المتساقطات، فهي شبيهة بموضوع الغيمة. طبعا نحن ما عم نشبه الماركت لأمر طبيعي، يعني الله خلقه مثل مبدأ الفيبوناتشي وغيرها، يلي بيعتبر الماركت هي مخلوق وعم يخضع لمواصفات الطبيعة. أبدا مش هيك، بس كتشبيه فقط. فالبنك بيكدس، هو بيقول ستاكينج اوردرز، تكديس الاوامر يتم قرب الليفلز اللي يتم العمل عليها واللي اخذناها من شارت الديلي 31.60، ايضا 31.50 اكيد راح يكون كمان من الليفلز المهمه، لانه هو الميد فيجر، يعني الرقم النصفي بين الارقام الصحيحه. لاحظ ايضا عندما صعد السعر هون كيف فشل انه يتجاوز هيدا الهاي. توقف السعر هون وعدم تجاوزه لهيدا الهاي يدل على انه يتم حماية هيدا الليفل ويتم البيع عند هيدا الليفل. لما نبلش نشوف لور هايز، يعني الماركت ميكر عم يحمل اوردرز يلي بلش يبيعها، بيع هون وحمى هيدا الليفل هون، مانع انه الماركت تتجاوز هيدا المنطقة. لما رجع بيع هون كمان رجع حمى هيدا الليفل وباع المزيد. كل ما يطلع البرايس عم ببيع المزيد، طبعا عم ببيعها بالسعر الافضل، نزلت هون طلعت عم ببيعها بيرجع بالسعر الافضل. اللي ما بيفهم هيدا البرايس اكشن، في حال شاف البرايس هون عم يطلع بهيدا الشكل، شو راح يعتبر؟ راح يعتبر انه الماركت بلشت تطلع ولازم نحن نلحق الماركت ونبدأ بالشراء، لانه هيدا الفهم ما بيكون نابع عن التايم فريم الاكبر ومعرفة انه الفيل بدأ بالبيع من هيدا الليفل، وبالتالي كل ما صعد السعر راح يبيع المزيد. طبعا الريتيل تريدرز بيوقعوا بهيدي المشكلة، بيشوفوا شمعة كبيرة، بيشوفوا حركة، وهذا الشيء اللي بيعمله الماركت ميكر. يعني لاحظ هون الشمعة الكبيرة هيدي لحتى يوهم الناس بأنه في قوة بالصعود، بالوقت اللي هو بالضبط على رأس هيدي الشمعة باع ونزل. هلا هاي الشمعة هون هي جزء من حركته الكبيرة اللي قلنا بتبين لنا اتجاهه العام، بس طبعا مش دائما يعني الشمعات الصاعدة هون ما بتخلينا نغير اتجاهنا او متابعة الاتجاه اللي بالاساس وصلنا له على الديل. الماركت ميكر دايما رح يعمل هيك شيء لحتى يوهم الناس او دعوة للناس للشراء بالوقت اللي هو رح يبيع. لكن اذا منشوف السوينكس، دايما السوينكس كل ما طلعنا رح ننزل اكتر، كسوينج اساسي يعني كل ما طلعنا رح ننزل اكتر. هون بيقول مايكل انه بعض الناس على الفورمز او بمواقع معينة ممكن يعني يعمل كول او يعلن انه هو بولش على اليورو مثلا ويتوقع الصعود. ليش؟ لانه انديكيتر معين قال هيك، مش لفهم اساسي للماركت. هون بنشوف كيف السعر رح يستمر بالنزول، كل ما يطلع يعمل رالي راح يعمل دروب اكبر الى ان يصل لوين. شو هو الليفل اللي شفناه على الديلي؟ 1.2770 بهذا المكان. هون مايكل بيطلب انه ما حدا يشعر بالملل، لانه نحن بعدنا عم نشرح المفاهيم الاساسيه للاي سي تي، وبالتالي قد يضجر البعض ويتوقع انه هذا حكي ما له فايدة،
بس فعليا هذا اللي شعره مايكل اول ما بلش يفهم هذه الامور، وقبل ما يبلش يطور هذه المفاهيم. يعني هو حس بالملل اول فتره، بس بعدين وجد انه هيدي هي صلب فهم الماركت. لاحظ كل ما هبط السعر عم يضرب سوينج سابق، كل ما هبط السعر عم يوصل لسوينج سابق. هذا كمان فهم أساسي لازم نحن نبلش نمرن عيننا لرؤيته. دائما السعر أثناء هبوطه راح يكون عم يتجه لضرب الليكويديتي، ما عم نشوف. راح نشوف كمان هلا أهمية الأوقات تايم اند برايس، الحركة الأساسية للسعر بأي فترات بتصير من فترات اليوم بأيام التداول. المطلوب أيضا أن نمرن أعيننا على رؤية الانترميديت تيرم سوينجز. انترميديت هو السوينج يلي فيه شورت تيرم سوينج على يمينه وشورت تيرم سوينج على يسار، هو انترميديت تيرم سوينج. الشورت تيرم هو السوينج الصغير اللي ممكن ما يكون فيه سوينجات الى يمينه ويساره. الشورت تيرم سوينجز ما كتير بهمونا، نحن بهمنا الانترميديت تيرم سوينجز اللي هي المنعطفات الاساسيه بتكون على هذا التايم فريم. طبعا اللونج تيرم سوينج هو السوينج يلي بيكون في انترميديت تيرم على يمينه وانترميديت تيرم سوينج على يساره. ملاحظة لازم نشير لها على درجة عالية من الأهمية. عادة لما نحن حصلنا على الليفل الهاي تايم فريم ديلي وتوقعنا ارتداد السعر من هون وهبوطه، او ظهر لنا بصمات تدل على انه الماركت ميكر بده ينزل البرايس، والهدف هو السوينج السابق اللي هو على ال 1.27 70. من الامور الهامه جدا انه يكون عندي هذا الرينج المتوقع لحركه البرايس اكشن، لانه احيانا اللي حنفهمه راح يخلينا نشوف احيانا مستويات جدا قريبة لا تسمح بوجود رينج للتداول. وبالتالي إذا بجي أنا بشوف صلاحية السيت أب ما بيكون موضوع عقلاني إنه فوت أنا بتريد هدفها جدا قريب، في عندي هدف لهاي تايم فريم تحت الماركت، وبالتالي إجي أنا فوت حط ريسك. يعني إذا كان ريسكي أنا مثلا 100 يكون هدفي 100، لا لازم انا دائما يكون عندي الرينج يسمح لي بريسك ريورد عالي. وفي حال انا دخلت من منطقه معينه، هلا احنا ما حنحكي هون عن وضع ستوب وغيره، بس دائما لازم يكون عندي رينج متاح لحركه الماركت على الهاي تايم فريم. هذا شيء كثير مهم. إذا هون تم إظهار الفواصل الزمنية اليومية. عندنا الخطين لحد بعض هون، هو يوم الأحد، ساعتين تداول يوم الأحد بين الأحد والإثنين، لأنه بتوقيت جي إم تي بيفرق عندنا ساعتين عن توقيت جي إم تي بلس 2 أو بلس 3. نحن عادة البروكرز اللي بيعتمدوا جي ام تي بلس 2 بلس 3 ما بيحطوا هالفواصل، ما بيحطوا هذه الساعتين بشكل مستقل، تكون مدمجة مع يوم الاثنين. فنحن بنعرف بداية الأسبوع من خلال هول الخطين على فوركس سيرفر فوركس ال تي بي، وعندنا كل خط عمودي هون منقط بيرمز ليوم تداول، يوم الاثنين، ثلاثة، أربعة، خميس، الجمعة. ما
بدأنا أسبوع جديد هون. طيب هون في ملاحظة مهمة جدا، مثل ما بيطلب مايكل نسجلها بخط كبير وعريض. بس تكون الماركت عم تتجه هبوط، الاحتمال 70% هو انه الهاي للويك بيتشكل يوم الثلاثاء، قمة الأسبوع بتشكل يوم الثلاثاء عند افتتاح لندن. أحيانا بأحيان قليلة بظروف معينة بتتجاوز الماركت هذا الموضوع وبتتشكل القمة يوم الأربعاء، وعادة يتصاحب مع هذا الشيء أخبار أساسية بتكون بالماركت بأخره تشكيل الهاي ليوم الأربعاء بسبب الأخبار، بشكله هاي الثلاثة بس بيضرب الأربعاء، بيضرب هاي الثلاثة وبيرجع بيتجه نزولا. وقد يحصل أيضا هاي أوف ذا ويك يوم الاثنين، بس يكون عادة الاثنين البرايس وصل لمستوى معين على الهاي تايم فريم، فبصير في ريبرايسينج بشكل سريع والماركت بتتجه. عادة بيكون الماركت ميكر مستعجل لياخد البرايس من بداية الأسبوع وبيتجه السعر نزولا من يوم الاثنين. الثلاثة والأربعة بيكون ريتست لليفلز معينة وبيستكمل البرايس اكشن الحركة نزولا. من الأمور اللي لازم كمان نشير لها إنه نحن تركيزنا هون بيكون على البيع فقط، يعني في حال نحن شفنا شيء بالشارت ممكن يوهمنا بالشراء لا نأخذ به، ما بناخذ لما نحن على الهاي تايم فريم نحن بيرش، ما بنعود ناخذ أي إشارة تدل على البيع. مثلا بتقلي هون البرايس طلع ورجع لليفل معين، يعني هون مثلا اوردر بلوك او شيء، ايه ممكن هيدا تنشاف اشارة شراء، بس نحن بما انه على الهاي تايم فريم حددنا الاتجاه العام او البايس بنسميه نحن، ما بناخد اي اشارة شراء، ما بناخد الا اشارات البيع. طيب بنلاحظ هون مثل ما تم الاشارة بالاسهم الخضراء على الانترميديت سوينجز اللي تشكلت عنا خلال الاسبوع، نشوف كيف الماركت ميكر لما طلع على بعد اول ارتداد من ال 30-60، اول ما طلع البرايس مرة تانية هون ورجع هون صار في تكديس للاوردرز، بلشت الماركت الترند بلش يصير هابط، كل صعود كان عم بيتم البيع عليه من جديد، كل صعود كان عم بيتم البيع. لاحظ هون كيف تشكل عنا بوليش فلاج، مش هيك؟ مش هاي الريتيل بيشوفوها بوليش فلاج وبيتوقعوا انه بعد هذا الفلاج رح يصير في عندي امتداد مساوي للامتداد الاول. هيدا الماركت ميكر مش حابب هم بيعملها، دائما الماركت ميكر لما يعمل هيدا الموضوع بعض الاحيان بيستكمل، بس معظم الاحيان شو بيعمل؟ باخر طلعه بيوهم الناس انه بلش يطلع لحتى العالم تفوت وتحط ستوب بيتها تحت وينزل وبيضربهم. في حال كمان حدا هون لسبب من الأسباب طلع معه إنه صار في انعكاس للسعر هون وحط ستوبه هون، كمان لاحظ كيف الماركت نزلت بعنف وطالت هيدي ستوب. فإذا هذا البوليش فلاج كمان ممكن في ناس يشوفوا إنه هون في دعم، في عنا لو، عنا لو مرة تانية، وعنا هون كمان عم يتشكل عنا لو مرة واثنين وثلاثة، ممكن واحد يشوف انه هيدا مستوى هون شو دعم، لانه نقطتين او اكثر مثل ما بيتم التعليم من الكتب الكلاسيكيه تشكل الدعم، وبالتالي تم تجاوز هيدا الدعم بناء على اتجاه الهاي تايم فريم المشكله. وايضا يستكمل السعر الهبوط، لاحظ هون البرايس اكشن كيف بيتحرك حول الليفل هيدي اللي هي اخر سوينج قبل بداية الاسبوع، البرايس ارتد منها وبالتالي رح يكون لها اهمية مثل ما شفنا هون.
كمان عندنا هيدي الانترميديت سوينج، لاحظ البرايس لما يتجاوزها كيف بيعود بيختبرها وبينزل. كمان نفس الموضوع هون، كيف رجع البرايس اختبر هيدي الليفل ونزل. بالاسبوع التالي عندنا هون الهاي بتشكل عندنا يوم الجمعة، شايف شو صار؟ طلع البرايس الثمان ثلاثة شكل هاي اوف ذا ويك، ولاحظ هون المستطيل الازرق المرسوم فوق الهاي اللي تشكل يوم الجمعة ببعض البيبس، كيف طلع هذا البرايس؟ بكفي انه يطلع على نفس المستوى او اكثر بواحد او اثنين بيب فقط، بس السبريد الموجود بالبروكرز كفيل بانه يطال ستوبات الى مدى ابعد لتفعيل الاوردرات الخطا او لضرب ستوبات لمن دخل بيع هون او نقل ستوبه لهذه الليفل. وكما نرى في النهايه بعد كل هيدي الحركه اللي صارت عندنا هون، ارتد السعر من ليفل على هاي تايم فريم، ليفل اخذناها من تايم فريم الديلي، ارتد البرايس محل ما نحن متوقع انه يرتد، ومفترض انه نحن هون نكون عملنا حسابنا نظهر من التريد او ينتهي الترند هون، وحصل الارتداد الذي اخذ كل السوينجز اللي تشكلت عندنا سوينج هاي. طبعا عندنا هون المنطقة هيدي منطقة شو بسموها كاندي لاند، مثل بسميها مايك ارض الحلويات، شايك يلي عادة ممكن واحد يعتمدها لوضع ستوب اذا كان شخص يعمل بالاحتياط، فممكن بعد ستوبه لهون فتم اطالة هيدا ستوب. طبعا الارتداد هون على الديلي بيكون واضح عنا سببه، اما على التايم فريم الصغير ما حيبين معنا هيدا الحركة شو سببها. خلينا هلا نلاحظ هيدي السوينجز باي اوقات تشكلت عنا لحتى نحكي عن اهمية الفترات خلال اليوم. اول هاي عندنا هون تشكل عند الساعة 15 بتوقيت جي ام تي، وهو توقيت لندن كلوز خلال اقفال لندن، وكان في عندنا هون الهاي اللي قبله مشكل عندنا بلندن اوبن افتتاح لندن. الهاي الثاني تشكل عندنا كمان بلندن كلوز، هيدا الهاي عندنا تشكل خلال اسيا بفترة كونسوليديشن تبع اسيا بين اليوم بين الاربعاء والخميس. هون تشكل عندنا الهاي الساعة 11 جي ام تي يعني بنيويورك اوبن. هون تشكل عندنا الساعة 12 كمان بنيويورك اوبن، هذا الهاي هون تشكل عندنا بلندن اوبن الساعة 6:30 جي ام تي. فنلاحظ دائما السوينجات الاساسية بالماركت بتشكل خلال الفترات الاساسية، واهم الفترات خاصة بالفوركس هي لندن اوبن ونيويورك اوبن مثل ما حكينا بالحلقه السابقه. كمان هون من الجيد انه نذكر انه كل تايم فريم له مستوياته من الدعم والمقاومه، ماشي؟ فما قد يبدو عنا هون مستوى دعم او مستوى مقاومه بال 15 مينت يمكن على الديلي اصلا ما يبين عنا، بينما مستوى الدعم او المقاومه اللي بيجي من الديلي حتما رح يكون له اهميه كبيره بالتايم فريم الاصغر. استرجعت شوي الفيديو لورا لحتى نذكر بالجزء اللي حكينا عنه من البرايس اكشن، لان بدنا نحكي عنه بالتفصيل، هو الماركت ميكر بزنس موديل. رح نبلش هلا نفصل فيه بشكل اكبر.
إذن نحن أمام مشهد أو قالب يتكرر بشكل دائم ويوميا في الماركت، واللي بيتعلمه بيصير قادر يتوقع معظم الأحيان تشكل أو تكون هذا القالب أو النموذج من البرايس أكشن من بداية تشكله أو بعد انتهاء المرحلة الأولى منه. نحن هلأ أمام ماركت ميكر سيل موديل، وهو أن يصعد السعر ليهبط مجددا إلى مستوى معين. هذا الماركت ميكر سيل موديل شايفينه قدامنا، النموذج المعاكس له هو الماركت ميكر باي موديل اللي بيهبط السعر ليصعد مجددا. فإذا شو بيحصل بالماركت ميكر سيل موديل؟ نشوف قدامنا صار في عندنا هون accumulation، وصار في شغل للبرايس للبيج فيجر 1 و3200، هي هي البيج فيجر بنسميها. الميد فيجر هي 3250 اللي هي الميد يعني الوسط، اما الرقم الصحيح بنسميه بيج فيجر. عمل عليها الماركت ميكر او سمارت ماني، عمل اكيوميليشن وانطلق، رجع عمل ريتست، سكر شيء نحن هون عادة من ننتظره انه يعمله بتفصيل لاحق. طيب هيدا عنا هون يوم الاثنين عمل هاي بلندن اوبن، عمل لو بشيكاغو اوبن، ماشي. التلاتة نزل على ليفل 33 32 47 يعني 32 50. احنا هون على 32، على 32 50 تم العمل مرة أخرى، السعر دار حول 32 50 الميد فيجر. بعد ما صار في عندي هيدا اللو، لاحظ البرايس رجع لهيدي الكونسوليديشن الموجودة هون، هي عمليا للأوردر بلوك. هلا مايكل بيتجنب يذكر الأوردر بلوك بعد بالحلقات الأولى، بس هو عمليا البرايس هون رجع لأوردر بلوك وصعد مجددا. طبعا هذا اللو تشكل بلندن أوبن يوم الثلاثة، هيدي من الأسابيع يلي بتشكل فيها اللو يوم الاثنين بناء على حاجة البرايس أكشن إنه الاثنين تشكل اللو، فثلاثة تم إعادة تفعيل الأوردر بلوك والانطلاق منه بشكل قوي. مثل ما عادة نتوقع نحن الثلاثة والأربعة تكون معظم حركة الأسبوع خلال هول اليومين. منشوف الهاي تشكل بخلال نيويورك، و يوم الأربعة بيرجع السعر بيهبط بعد ما تشكل عندي هذا اللو هون، بياخد اللو نفس الوقت بيعمل دبل بوتوم مع هذا اللو اللي هون، والدبل بوتومز مطلوب انه يتشكل اثناء حركة الماركت. ليه؟ ليتم استهدافها لاحقا. الماركت ميكر يصنع البرايس اكشن، اثناء الصناعة لازم يلتفت لتشكيل ما يمكن ان يخدع الريتيل تريدرز. كيف؟ لقي عمل هون لو، عمل لو تاني، هيدي منطقة جيدة لوضع ستوبات، عمل هون نفس اللو كمان مرة تانية لحتى اخر شيء ينزل يضربهم هون بشكل فوري. فاذا تشكل عنا هون اللو يوم الثلاثة من لندن الى نيويورك او لندن كلوز، مرة تانية الاربعة كمان عم ينزل يعمل ريتست للكونسوليديشن بداية الاسبوع وينطلق منها، بياخد الهاي هون بيرجع بينزل لوين؟ على الريسنت هايز وعلى الكونسوليديشن هيدي اللي فيها اوردر بلوك، ثم ينطلق مجددا. طبعا هون ببدايات يعني باخر اسيا، مش عارف اذا كان فايت هون بلندن ولا لا،
يتشكل عندي لو، ثم يعمل high of the week وبيرجع بينزل هون. هلا هون لاحظ بيحترم هيدا السوينج، بس بيرجع بينزل بيتجاوزه وبصير بيتحول لسيل. يعني احنا عندنا السيل موديل يبدا بالشراء وثم بالبيع حتى ينزل تحت الكونسوليديشن الاولى اللي بداها. يعني لاحظ هون هيدا الكونسوليديشن هون بينزل تحتها، بيضرب الستوبات الاساسيه تبع الحركه الاساسيه، مركز الانطلاق للبرايس اكشن. ما بعرف اذا لقدام شوي كمان قد يكون نزل ضرب السعر هون، او ممكن ما يكون نزل، ممكن يكون ارتد من الكونسوليديشن بشكل عام. لكن ك ماركت ميكر سيل موديل على ال 15 مينت احنا عم نشوف بصير في عندنا اكيوميليشن وبينطلق السعر يوصل لهاي تايم فريم ليفل، يرتد منها نزولا لحتى ينتهي به الامر الى ضرب ستوبات لمركز الانطلاق او الانيشيال انيشيشن تبع البرايس اكشن، يعني مركز البدء تبع البرايس اكشن انيشيال كونسوليديشن. هون رح نشوف مايكل عم يستخدم الفيبوناتشي لا يظهر كيف عم يتراجع البرايس كل مرة للأوبتيمال تريد انتري أو لمستويات 62% و79% وما بينهما، يعني 70.5%. استفادة مايكل من الفيبوناتشي ليس لأنه الفيبوناتشي هي مسطرة سحرية وتصنع برايس أكشن. فهم الفيبوناتشي هو فهم للإكوليبريوم، وبيأتي تفصيله كمان لقدام شوي. البرايس لازم يرتد تحت ال 50% لحتى يكون مناسب للشراء، لحتى يكون بديسكاونت يعني. فمبدأ الفيبوناتشي هو هيدا، احنا كل ما يكون عندنا توقع للماركت انه تكون صاعده، ترند صاعد، التراجع عاده ناخذ من انترميديت سوينج لانترميديت سوينج اخر، ونتوقع تراجع البرايس اكشن ل ما دون 50%، وهو عاده بيكون بين 62 و79%. فخلينا نشوف هلا مايكل كيف بيرسم الفيبوناتشي. لاحظ هون مايكل ما سحب الفيبوناتشي من الويك من طرف السوينج، سحبه من قرب الليفل 3200. هاي من ضمن الافكار يلي نادرا ما بيحكيها مايكل، انه نحن اذا بدنا نستخدم فيبوناتشي نستخدمه من الليفل اللي بنعمل له تدوير. يعني اذا نحن بدنا نستخدمه من هذا سوينج واللي هو قريب سوينج من 3200، لا بنستخدمه نبتدئ ب 3200. ونفس الشيء لما نطلع لفوق قادرين نستفيد من السوينج هاي او الى اقرب ليفل ممكن ندور نحن الرقم لإله. طبعا من ضمن الاستخدامات الاخرى انه نستخدم الباديز تبع الكاندلز مش الويكس. خلينا نكمل. لاحظ كيف صححها على الليفل. فاذا عم نشوف كيف تراجع السعر للاوبتيمال تريد انتري اللي هي بين 62 79% و70.5% السويت سبوت. البرايس نزل تحت 62 ووصل تقريبا لل 70% وطلع بيوم الثلاثاء رجع نزل كمان. اذا بناخذ الفيبوناتشي من هون لهون، لانه نحن تجاوزنا هون هايز، كل مره نحن بنتجاوز هايز بناخذ السوينج الاساسي وبناخذ السوينج الجديد اللي صار عندنا، بنشوف التراجع اللي صار. لاحظ نحن اخذنا هون اللو اللي تشكل ب يا اما بنيويورك او بلندن كلوز، و
أخدنا هون اللو الجديد اللي صار عندنا، وصل عندنا اللو ل 62% تراجع، وبالتالي دون 50%. شكل عندنا كمان فرصة تانية للشراء مثل ما شايفين. هون كمان مايكل بيشير لأنه نزول السعر هون إضافة للفيبوناتشي سويت سبوت كمان هي على 3250، كمان على الميد فيجر 3250، وهي ليفل نحن متوقع كمان انه الماركت ميكر يكون مهتم لشرائه، بما انه هذا البرايس اكشن على الهاي تايم فريم كان صاعد. اذا بتراجع الشارت لما حطيناه على الديلي وحكينا عن هذا الجزء من البرايس اكشن، البرايس بشكل عام هو صاعد، وبالتالي نحن متوقع خلال هذا الاسبوع انه السعر يصعد، وبالتالي نتوقع انه يتشكل اللو عندنا يوم الثلاثاء او الاربعاء او التنام مثل ما تشكل عندنا. لاحظ كيف كمان نتأكد من انه السعر صاعد، كلما تم تجاوز نقطة مقاومة سابقة تتحول هذه المقاومة الى دعم. لاحظ حتى لو غادرناها مرة تانية ورجعنا بعدها محافظة على الدعم، وبالتالي هذا الشيء بيأكد انه البرايس اكشن شو صاعد. حتى لاحظ الماركت كيف دائما بتعطيك فرص، يعني اللي ما قدر يفوت باول ارتداد بعد ما صار في انفيرجن هون انعكاس بالماركت وتم تحول المقاومة الى دعم، لاحظ الماركت كيف عطتنا فرصة هون وعطتنا مرة تانية فرصة هون لحتى نركب الموجة قبل ما تبدأ بالصعود، وبالتالي هذا الشيء اللي بيخلينا بيميزنا كاي سي تي انه نحن ما بنضطر انه نلاحق السعر مثل ما عادة الناس بتعمل. نحن ما بنشوف السعر طالع بنقوم بنلحقه وهو طالع، دائما ننتظر تراجع السعر، هبوط السعر الى منطقة افضل للشراء حتى لو من ليفل اعلى، بس نحن ابدا ما بنطارد السعر. يعني نحن اذا هون ما لحقنا نشتري يوم الثلاثاء ما بنرجع بنلحق البرايس هون حد اي هاي معين نعمل الباي ابدا، لانه نحن بنكون عم نشتري بالمكان اللي يرغب البنك بانه يبيعنا فيه، وبالتالي اذا حدا اشترى هون بعد ما شاف البرايس اكشن طالع قام حب يشتري هون، اشترى من مين؟ مين اللي بيعه هون؟ البنك. البنك باعه هون ونزل اشترى من مكان افضل، فنحن ما بدنا نكون من الناس اللي عم يشتروا قرب الهايز من البنوك. نحن بدنا نركب مع البنك لما ينزل تحت 50%، نتوقع نحن ان البرايس يعمل هذا التراجع لحتى نركب بالموجة. في حال كمان ما مش الحال يوم الاربعاء كان ممكن بعد هذا الهاي كمان نرجع ناخد هيدي السوينج اللي هي كمان تحت 50% بين هيدي اللو والهاي، تراجع عنا هون كمان في عنا هون هيدا التراجع، اذا اخذنا سوينج هون كمان هو تحت 50% وصولا للهاي تايم فريم ليفل. لاحظ اوبتيمال تريد انتري من هذا سوينج لهذا سوينج، تراجع الى سويت سبوت 70%. لاحظ هون هذا اللي نحن بنفهمه كاي سي تي واللي ننطر تشكله بالبرايس اكشن. نحن هون لما عم ننطر التريد نحن عمليا عم ننتظر كما ينتظر القناص بالمنظار. نحن عندنا ليفل من التراجع اللي لازم يصير تحت 50%، وعندنا تايم اوف داي لندن اوبن افتتاح لندن، فعندنا خط طولي زمني وخط عرضي كسعر وبرايس، وبالتالي احنا عندنا هدف ننتظر البرايس اكشن عنده بشكل دقيق ومحدد، وهذا ينطبق ليس فقط خلال الانترا داي برايس اكشن، هذا نحن بنعمله على الويكلي، بنعمله على كل التايم فريمز، كل تايم فريم في له
نظرة على الأيام. يعني إحنا بنشوف مثلا يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء هي نقطة اهتمام بوقت افتتاح لندن، ولندن ونيويورك خلال اليوم هي لها أهمية كما عم نشوفهم. هلا هون مايكل بهيدي السوينج، مايكل يتجنب الدخول إلى الفايف مينتس لحتى ما يطول الحديث ويطول الفيلم بالتالي، لكن مايكل بيركز هون على فكرة كتير مهمة وأساسية ويطلب تسجيلها بالملاحظات بدفتر الملاحظات. نحن هون ما عندنا وضوح بتراجع السعر على ال 15 مينت، بس على ال 5 مينت حتما إذا دخلنا وسحبنا فيبوناتشي راح يكون عندنا سعر واضح إلى أين نزل من حيث الأوردر بلوك. طبعا كمان نحن هون بعد ما عم نحكي بالأوردر بلوكس يعني، بس أنا عم بستبق الشرح، عم بستبق مايكل. فمايكل الشيء المهم اللي بيقوله ويطلب إنه نحن كمان ندرسه وإنه لازم تدرسوه أنتم بالشرح على الـ 5 minutes. حدد كل هايست هاي ولوست لو يتشكل خلال كل فترة، يعني خلال فترة لندن وخلال فترة نيويورك وخلال لندن كلوز، اقفال لندن. كل هايست هاي ولوست لو يتشكل خلال هيدي الفترات له أهمية من أي ناحية. بلندن كلوز نحن هون في عنا هيدا اللو تشكل عنا أثناء لندن كلوز. فإذا فتنا على 5 minutes وأخذنا فيبوناتشي من هيدا اللو رح يكون عنا بشكل أوضح كمان، وأخذناه لأعلى هاي وصل له السعر طبعا قبل تشكل هيدا البرايس أكشن كله. يعني إحنا عم نحكي خلال بعد إقفال لندن، بتكون الشموع بعدها ما خلصت، النهار بعده ما خلص بس ذاهب للإقفال يعني على هيدا البرايس، أو قبل بشكل باكر يعني بأول بداية افتتاح لندن قبل تشكل هاي الشمعة. نحن بنكون اخدين فيبوناتشي من هيدا اللو لهيدا الهاي وناطرين شو هبوط السعر للديسكاونت تحت ال 50%. بنفس الوقت بنكون نحن متوقعين انه يبلش هون حصول هيدا الامر، يعني التراجع يصير خلال لندن اوبن. فاحيانا بيحصل هيدا الشيء باكرا واحيانا يتاخر شوي، لكن يعني مثل ما هون بنشوف احيانا بيتاخر شوي بيحصل مثل هون، واحيانا لا بيحصل كتير بكير. بس نحن بشكل عام حاطين القناصة وناطرين، محددين المكان اللي نحن بدنا المقتل مثل ما هو بيسميه لندن كيل زون، وننتظر عودة البرايس إلى هيدا الليفل لحتى نشتري منه. هون رح نشوف رسم الفيبوناتشي مطرح ما حكينا هيدا الشكل. ويستكمل برايس مثل ما قلنا الى هاي تايم فريم ليفل راح نشوفه هلا على الفور اورز. بس هون نرجع ناكد اهميه مراقبه البرايس اكشن على الهاي تايم فريم. اي سيت اب بحاول المتداول ياخذها دون الرجوع الى الهاي تايم فريم حتما سيكون مصيره الفشل. اذا بعد هذا الصعود كله بدا وقت النزول. ارتداد هون من هاي تايم فريم رح نشوف سببه بعد شوي، لكن هون لاحظ بدأ كسر اللوز. لاحظ كسرنا لو هون، صار في عنا بريك بالماركت ستراكتشر. ماركت ستراكتشر عنا يعني الانفيرجن، عمليا لما بيصير عنا كسر لسوينج ويتحول هيدا السوينج الى شو؟ مقاومة. هيدا الدعم تحول الى مقاومة، وكل مرة صار في عندي لو سوينج عم ينكسر وعم يتحول لمقاومة. هذا الشيء بدل على انه الماركت تحولت ل ترند هابط بعد ما كانت ترند صاعد. لاحظ الهبوط هون يوم الاثنين بعد ما عمل ريتست بعد كسر السوينج،
وتحول إلى مقاومة خلال بداية لندن أوبن. نزل لبرايس وتوقف هون على منتصف هيدي الكونسوليديشن، لاحظ ارتد هون، طبعا مش ارتداد يعني هو عكس الاتجاه، لكن في عنا هون ليفل معينة عادة بصير في ارتداد بسيط قبل أن يستكمل السعر الهبوط. لاحظ بعد الارتداد من هذه الكونسوليديشن السعر بيطلع بيعمل كونسوليديشن أكبر ويشكل عنا كلين هايز، يعني هايات متساوية، يضربها بهيدا الهاي سوينج هون، يضرب هيدي المنطقة ويستكمل النزول، يرجع يعمل ريتست لهيدي الليفل من جديد ويسكر عنا منطقة هون، منطقة فراغ نحكي عنها بعدين، ويرجع يكمل النزول. لاحظ هون السعر لما ينزل يعمل هيدا السوينج بيعمله بالضبط بالقرب من هيدا اللو لحتى يشكل عنا دبل بوتومز، مثل ما حكينا صناعة البرايس اكشن لحتى يتم استهدافها بعدين. وهون البرايس اكشن بعد ما يرتد وينزل هون من جديد بيصير السعر يتراوح حول ال 32.50، مثل ما قلنا هي ميد فيجر لها أهمية. وهلأ رح نطلع لهاي تايم فريم نشوف ليش السعر ارتد من هيدي الليفل، كما سنراقب أيضا على الهاي تايم فريم سبب انعكاس السعر من هيدي الليفل اللي هي تم تدويرها إلى 1.34 بيج فيجر مثل ما شفنا هون. هيدا الليفل تأتي على بعد نقطتين فقط لأنه الهاي تبع هيدا الداي كان على 33.98، وبالتالي فرق نقطتين عن البيج فيجر 34. إذا على شارت الأربع ساعات نشوف البرايس أكشن، نموذج اللي كنا عم نشوفه هون هيدا هو، بنلاحظ القمة لإله اقتربت من القمم السابقة هون، الكونسوليديشن اللي شايفينه هون، وبالتالي نحن نتوقع على الهاي تايم فريم إذا البرايس وصل لهون يا إما يجمد ويعمل كونسوليديشن، يا إما يرتد، يا إما يتجاوزها بشكل بسيط لضرب ستوبس فوق هذه القمم ثم بعدها يرتد. مهم، فنحن نتوقع هون انعكاس بسيط للبرايس اكشن على الهاي تايم فريم. مثل ما شفنا نحن هون البرايس كان عمل ريجكشن قوية من هيدي الليفل بشكل سابق، وهلا عم يرجع يوصل لهيدي الليفل نفسها. خلينا نشوف هون من رؤية أبعد، كمان عم نشوف الليفل، شايفين كيف البرايس اكشن في له عدة حركات وانعكاسات حول هيدا الليفل من البرايس اكشن بشكل سابق، وبالتالي متوقع نحن انه على هيدا الهاير تايم فريم هيدا الديلي متوقع انه يكون في له اهمية، وانه البرايس اكشن يصير في عنده ارتداد منه كما حصل سابقا. إذا بالحديث مجددا عن هذا البزنس موديل، ماركت ميكر سيل موديل، تبدأ المصدر أو الانطلاق يبدأ من هذه الكونسوليديشن. لاحظ هذه الكونسوليديشن تجي على يعني على الليفل 32 بيج فيجر، بس رح نحكي نحن هلا عن بالضبط عن 32.10، رح نشوفها على الهاي تايم فريم. هيدي الكونسوليديشن بدأ البرايس منها، صار في اكيوميليشن هون وتكديس للاوردرز، الماركت ميكرز سمارت ماني حرك البرايس اكشن، كل مره بيطلع بيعمل ريتريسمنت مثل ما شفنا قبل،
يطلع بيعمل ريبليسمنت، يطلع بيعمل ريبليسمنت. لاحظ legs كمان، اذا اخذنا من هذا السوينج لهذا السوينج التراجع هون تقريبا على نص الطريق يساوي تقريبا من هذا السوينج لهذا السوينج، ولكن بيوصل لهاي تايم فريم بيعمل ريجكشن، بصير في عندي فيلير سوينج هون، يعني يفشل السوينج هون بكسر السوينج اللي قبله ويتم البيع هون حتى السمارت ماني يسمح للبرايس اكشن بالنزول. وهون بصير كل ما نزل، كل ما البرايس اكشن تراجع صعودا يتم البيع الى ان ياخذوا السعر الى نقطه البدايه. وبما انه نقطه البدايه هي عباره عن كونسوليديشن راح تكون فيها تجميع للستوبات، يعني الناس اللي تم جرهم للشراء هون يتم جلدهم وضربهم من خلال الجزء الثاني من النموذج، وحتما راح يكون هدفهم النزول الى ما دون الكونسوليديشن الاساسي. هون عم نشوف هون كيف ينتهي الامر بالنزول الى هيدا الليفل 32.10. هلا للتصحيح بهذا الماركت ميكر سيل موديل هون البرايس ما بينزل تحت نقطة الانطلاق الكونسوليديشن الأساسية الأصلية، ما بينزل تحتها، لكن معظم الأحيان بينزل تحتها ويمسح ستوبات من نقطة البداية. هلا هون نزل، طبعا في عنا هون دبل بوتومز وهي منطقة مستهدفة عمليا هون، لكن ما نزل تحتها. وطبعا هذا الشيء هو فهم للاوردر بلوك، يعني عمليا هذه الكونسوليديشن هي اوردر بلوك تم اعاده تفعيله للاوردر بلوك. المصطلح هو الاوردر بلوك از ريكليمد او ريكابيتالايزد، يتم العمل عليه مجددا. وشفنا انطلاقه كبيره وسريعه، طبعا الانطلاقه السريعه هي بعد ضرب الليكويديتي عددا، لما يضربوا دبل بوتومز او اي منطقه فيها ليكويديتي يكون الهروب سريع من ما بيبقوا كثير بنفس البرايس ليفل. عم نشوف هيدي البرايس ليفل 32.10 كيف عم بيكون البرايس اكشن دائما عم يشتغل حواليها. لاحظ هيدا السوينج هون، كونسوليديشن كونسوليديشن سوينج سوينج قريب كونسوليديشن. هون رح نشوف شرح تفصيلي للماركت ميكر بزنس موديل. رح نشوفه رح ونسمع مايكل شو عم يحكي كمان. اللي عم بيشير له مايكل، خلينا نحن شوي نساعده. مايكل رسم من هيدا اللو لهيدا الهاي، اعتبرها السوينج الاولى، و عمل كوبي للترند لاين لحتى يفرجينا انه تقريبا نفس الحركة او نفس المقياس بالحركة، نفس الرينج. ونشوف تشكل السوينج هون وفاليور سوينج، تفشل انه تتجاوزها ثم تنزل مثل ما طلعت على دفعتين، تنزل كمان على دفعتين. هلا هم بنسميهم legs، كل وحده بنسميها leg equal legs،
مثل ما في ناس بيسموهم AB CB. فإذا عندنا AB عندنا CB. طبعا هون مايكل عم بيقول انه مش ضروري يكون في عندنا دقة بالبيب، يعني بالنسبة للسيمتري، يعني اذا قيسنا نحن بين السوينجز ما راح يكون في عندنا، احيانا بيكون موجودة دقة، لكن احيانا البرايس شوي بيختلف بين السوينجز. رح نعمل نفس العمل. إذا أخذنا أول سوينج وثاني سوينج راح نلاحظ إنه مشابه للي شفناه بالبداية، أول سوينج وثاني سوينج. من ضمن الأمور اللي لازم كمان نوضحها وننتبه لها هون، اللي بيشير لها مايكل، إنه الناس اللي بيشتغلوا تريند لاينز و كانوا عم يرسموا تريند لاينز هون مثلا بهذا الشكل، اعتبروا هون انه البرايس رح يرتد، صحيح؟ يطلع بهذا الشكل. شو اللي صار؟ نزل البرايس واستكمل نزوله، واللي حاولوا كمان نفس الوقت يرسموا تريند لاينز بهذا الشكل. طبعا هلا اني اصلا تريند لاين ما له قاعده، يعني عاده اللي بيحاول يرسم تريند لاينز بيلاقي انه ما بيزبط 100%، وبس يكون 100% تريند لاين واضح وظابط، يعني الماركت ميكر عم بيركز على هذا التريند لاين، خاصه على التايم فريم الكبير. اذا على تايم فريم كبير ديلي مثلا نقول لقينا في تريند لاين واضح، يعني يجب الحذر. طبعا نحن هذا الشيء بنستفيد منه لحتى ناخذ اتجاه مع البنوك، بس تلاقي الماركت ميكر عم يرسم لك تريند لاين واضح بهذا الشكل، فاتوقع انه يتم الاستفاده من هذا التريند لاين لخديعه الريتيل تريدرز، اما بانه إيهام بالكسر ثم الاستكمال، وإما بأنه يتوقعوا أنه يصير فيه، هو عادة بيكونوا عم يستفيدوا هني من الذبذبة حول التريند لاين بهذا الشكل، فبيوهمهم الماركت ميكر آخر مرة بالصعود ثم بينزل بشكل كتير قوي وبيضرب كل الستوبات اللي كانت موجودة بهالمنطقة. خلينا نشوف مايكل كيف بيحكي على التريند لاين. انا عم بقول مايكل انه اللي بيرسم تريند لاين هون بيتوقع انه هون لازم نبيع، لانه البرايس ارتد هون وارتد هون، فهون راح كمان يرتد ويجب هون شو دخول بيع. بيقول مايكل انه هذا الفكر حيكون مبني على التايم فريم ال 15 مينت، وبالتالي ما راح يكون مبني على تايم على فهم تايم فريم الاكبر. لاحظ شو صار، لاحظ كيف اللي دخل بيع هون على مبدا تريند لاين شو صار فيه، تم ضرب سوينجز وتم الاقتراب من هذا السوينج، يعني طبعا سبريد بيكون كفيل انه يطال الليكويديتي الموجوده هون. للي فكر يبيع هون اكيد اذا حط ستوب وحيكون هون، حتى لو كان هون قادرين يطالوه عبر سبريد. حتى هون طلناه بشكل كامل. لاحظ هون كمان كيف دخلنا بماركت ميكر بزنس موديل تاني، كونسوليديشن، طلعنا تيك رالي يعني رالي مزيف، و failure swing تحت السوينج الأساسي، ثم نزل ليضرب الليكويديتي تحت الكونسوليديشن الأساسي، ونصل
بنهاية الحلقة لبزنس موديل جديد عم يتشكل كان وقت تسجيل الحلقة. consolidation بشكل عام هذا كله consolidation. طبعا يعني ممكن نحن نشوف هيدا بزنس موديل ببزنس موديل اكبر منه، مش يعني لا يتم عزل انه والله هذا بزنس موديل لحال لازم يبلش بزنس موديل بشكل مستقل عنه، لا هيدي كلها بشكل عام تعتبر consolidation. رالي consolidation رالي. هيدي consolidation كلها swing. ثم اذا من هيدا كونه هيدا اوطى ثم swing لهون بشكل عام هيك اذا بدنا يكونوا تقريبا قد بعض. هلا انا ما اقدر اعمل كوبي للخط ثم بالنزله هيك ومره ثانيه هيك ماشي بهذا الشكل. في عنا هون ريفرسال وعنا هون low risk sell اللي رح ناخذها بعدين او ال failure swing. اذا من الجيد الاشاره له كمان انه البزنس مودلز هي يعني تختلف بتكون شبيهه لبعضها بشكل عام، بدنا نفهم نحن المبدأ لحتى نقدر نشوفها، وإلا ما رح يكون هو شكل واحد واضح. يعني نفس الشكل عم يتكرر، هو مش نفس الشكل عم يتكرر. مثل اللي بيعرف شوي بالهارمونيك، صحيح إنه في قياسات معينة مفترض تتأمن بالنموذج، لكن بتشوف دائما النموذج يختلف بين مرة وأخرى، يعني ما حيكون نفس البريس أكشن. وهون نحن الماركت ميكر طبعا نحن ما عم نقول الهارمونيك هو شيء يعني بيشغل، بس الماركت ميكر هيدا السيل موديل او الباي موديل اللي رح نشوفهم كمان لقدام شوي، هو هيدا شيء يحصل بشكل دائم على كل التايم فريمز ويتداخل بين التايم فريمز. قد تلاقي بقلب هيدا يعني هلا هون بقلب هيدا السيل البزنس موديل الكبير رح تلاقي بزنس موديلز اصغر، مثل ما عم نشوف هون consolidation rally ثم ضرب consolidation، لانه بهاي الطريقه البنوك تصنع المال وبهاي الطريقه الماركت تستمر. صناعه البرايس اكشن تعتمد على هيدي البزنس موديلز لتحصيل الليكويديتي وبناء الاوامر وتكديسها ثم نزول لاخذ الليكويديتي. لاحظ كمان هون بعد إضافة المقاطع القواطع الزمنية بهذا هون نهار الأحد، بهذا الأسبوع تم تشكيل اللو يوم الاثنين. بناء على فهمنا للبزنس موديل اللي عم يتشكل نحن هون، إذا كنا أو إذا يعني بعد وصول البرايس أكشن لهون، إذا لاحظنا إنه صار في consolidation رالي consolidation رالي، هون نحن متوقع انه هذا الاسبوع ما يكون استمراري. يعني نحن بعد اللو بعد تشكل اللو نهار الاثنين واستكمال الحركة الثلاثة ما بنتوقع بعد ما نشوف هذا البرايس اكشن او البزنس موديل ما بنتوقع استكمال الاربعة للبرايس اكشن تبع الثلاثة، وبالتالي انه يكمل عنا الاربعاء والخميس الترند اللي بدا عنا اثنين وثلاثة. هون هيدي من الاسابيع اللي بيتم فيها الانعكاس نهار الثلاثة او ممكن يكون الاربعاء، ويتجه نزولا بعد ما كان صعودا، وبيكون عبارة عن consolidation يعني. والسبب هو فهمنا للبزنس موديل وربطه بحركة أيام الأسبوع
وفهمنا ايضا للسيشنز اللي عم تصير خلال الحركات. يعني احنا هون متوقع ان الريفرسال يكون بنيويورك او بلندن كلوز مثل ما عاده بيصير، يعني مثل ما شفنا هذا اللي صار هون. بالنهايه الفرد او الوظيفه اللي بيوصي فيها مايكل مراقبه البرايس اكشن على الديلي والفور اور ودراسه مستويات الانعكاس رياكشن ليفلز مثل ما حكينا خلال هذه الحلقه، ونشوف قوه الارتداد وكيف احيانا البرايس اكشن يفشل بالوصول الى ليفلز معينه او يرتد منها بشكل قوي.